قال المخرج السينمائي ياسين محفوظ أن الفنانة نوميديا لازول نجت من موت محقق إثر حادث خطير تعرضت له أثناء تصوير إعلان تجاري. وأفاد ياسين محفوظ في تصريح للصفحة المختصة في أخبار الفن والثقافة أن نوميديا لازول كادت أن تتعرض لخطر حادث خلال تصويرها إعلان تجاري قبل ساعات. وأضاف ياسين بأن الإعلان تضمن مشاهد أكشن صعبة وأنه خلال تصوير مشهد خطير أصيبت لازول وكادت تسقط من الطابق 15 من العمارة التي كان يجري بها التصوير. كانت قد تعرضت النجمة الجزائرية نوميديا لهجوم عنيف من بعض مواقع السوشيال ميديا الذين اتهموها بالإساءة للسيد المسيح عليه السلام بسبب تعليق لها عبر حسابها. إحدى متابعي النجمة سخر من الصندال الذي كانت تنتعله صورة نشرتها عبر حسابها لترد عليه قائلة: صندال سيد نعيم. كلام نوميديا غير مستحب عند المسلمين الذين يرفضون أي كلام كهذا، لكنها لا تزال صغيرة في السن. سليمان البرناوي حين سألناه أفادنا أنها لم تكن تنوي الإساءة بأي طريقة للسيد المسيح عليه السلام، بل قصدت أن الصندال يشبه ما كان يرتديه القدامى، وحتى يشبه الصندال الذي نراه في أفلام السيد المسيح عليه السلام كما يعرضها الغرب وأفلام هوليوود. شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل طيموشة بطولة الفنانة الجزائرية القديرة عايدة عبابسة، وكانت وصفت تجربة بالجديدة والمفيدة، وخصوصا أن المشاهد أعجبت الكثير بالعمل. وكانت قد قالت: عندما عرض علي طيموشة أعجبت به للغاية، وشعرت أنه كوميديا اجتماعية مختلفة لا تشبه أي عمل شكلا أو مضمونا، ودوري في هذا المسلسل مختلف ومركب، فهي شخصية تجمع بين عدة متناقضات، وفي الوقت ذاته العمل الخفيف يعتمد على كوميديا الموقف بعيدا عن الاستظراف والابتذال. تعتبر الشابة نوميديا لازول ظاهرة حقيقية في الجزائر، حيث يتابع حسابها 4 ملايين شخص عبر انستغرام، مما يجعلها في مقدمة أكثر الشخصيات تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. كانت بداية قصة نوميديا لازول بالشهرة عندما ظهرت على الشاشة لأول مرة عام 2012 من خلال مشاركتها في برنامج ألحان وشباب على شاشة التلفزيون الجزائري في سن 16، حيث تميزت عن باقي النجوم المشاركات بروحها الخفيفة التي لفتت أنظار الشباب وخاصة المراهقين. اليوم بلغت عمر 25 عاما في اتخاذ خطوات أسرع نحو تحقيق أحلامها في الشهرة والتمثيل بعد أن استفادت كثيرا من مواقع انستغرام. والقصة بها تفاصيل تخبرنا بها نوميديا في هذا الحوار. عن هذه التجربة المتميزة قالت نوميديا: لا أعرف كيف أصبح ظاهرة، ربما شخصيتي المتميزة والمختلفة عن شخصية الكثير من الفتيات في الواقع، ربما يحب المراقبون هذا الجزء المختلف في شخصيتي، فهم يحبون أن يروا تلك الزاوية على وجه التحديد. اشتهرت نوميديا بظهور انستغرام كفتاة موهوبة في الغناء والتمثيل والرقص، الأمر الذي لفت انتباه أحد معجبيها الذي أنشأ صفحة على انستغرام باسم نوميديا لازول. كما تقول الفنانة الجزائرية: الصفحة كانت تنشر صوري، والأمر زاد من عدد متابعين الصفحة ليبلغ 1,000,000 متابع، وهو ما لفت انتباهي أنا شخصيا. اتصلت بمسيرة الصفحة لأشكرها أولا، ثم أسأل للعمل معا لتطويره. وهكذا تحولت نوميديا إلى ظاهرة حقيقية جذبت أكثر من 4,000,000 متابع، وشاركت معهم يومياتهم وقصصها، وجعلت متابعيها جزءا من عائلتها. نوميديا تسميهم ماي بيبي دامور، وهو اللقب الذي اشتهرت به في الفترة الأخيرة. وجدت نوميديا صعوبة في شرح الأمر وقالت: لا أعرف لما يحدث لي كل هذا، لم يحبني الناس. لعل سر النجاح لو استطعت أن أسمي ما حقيقته هو إصراري على الرغم من الانتقادات على الله وعلى الأسرة والموهبة. والنصيحة التي أقدمها للجميع هي أنه يجب أن تؤمن بهذا الحلم الذي بداخله، لأنك إذا أمنت بحلمك فسوف تحققه، وأنا أعتبر نفسي فنانة. في الوقت الذي يتنافس فيه الكثير من الشباب للوصول إلى أكبر عدد من المتابعين على انستغرام بحثا عن الشهرة، تبدو العملية مرهقة ومرهقة جدا. وفي هذا الصدد قالت: انستغرام متعبة،
هناك ضغط والناس يطلبون مني المساعدة وأحاول المساعدة، لكن أحيانا أكون عاجزة وأشعر بالحزن لأنني غير قادرة على تقديم المساعدة، وهذا ما أنا عليه، أنها ضغط كبير على الحياة والتعليقات قاسية أحيانا. لكن هذه الشهرة أعطت نوميديا الكثير من الهدايا وحب الناس، كما تؤكد نوميديا عائلتي في صميم طموحاتي، أسعى لأن أكون فتاة قوية تستطيع تغيير الأشياء للأفضل وتحسين العقليات، كسر المحرمات وطموحاتي في مجال المال والفن. وقالت أحب أن أكون سيدة أعمال وفنانة ترسم البسمة على وجوه الآخرين، وأضافت لو كان بإمكاني أن أكون شيئا ما في الحياة لكنت سأختار أن أكون رسول الحب في الحياة وفي الحياة كمثال لأمي. وفي الفن الممثلة الجزائرية مليكة بالباي لا تنكر نوميديا الصعوبات التي تواجهها في المجتمع لأنها امرأة، وقالت أن تكون فتاة في هذا المجتمع صعب للغاية، لكن الشعور بالحب والدعم للوالدين الذين وثقوا بي يمكن هزيمته. نوميديا تتحدث عن الجزائر بحب وعبرت عن سعادتها بتواجدها في هذا البلد قائلة: مناخ الجزائر رائع وشعبها رائع، بلد ينعم بالسلام والأمن ولا أستطيع تركه. أنا جزائرية لا تفكر في الهجرة التي دفعت العديد من الممثلين والموسيقيين للسفر إلى فرنسا. في لحظات الحوار تشعر أن نوميديا تحزن بداخلها، وهو ليس في الحقيقة حزنا بل هو انعكاس لواقع حياة المشاهير. وقالت أيضا: ليس حزنا بل ضغط، أنا أعمل منذ 6 أشهر دون توقف، الشهرة استولت على خصوصيتي، لم أعد أمتلك حياة خاصة، أعمل وأعمل فقط، وعندما أشعر بالتهب أذهب إلى أمي وأبي. وتواصل نوميديا حياتها الفنية في الجزائر، حيث ظهرت خلال شهر رمضان بدور كاميليا في مسلسل تيموشا مع المخرج يحيى مزاحم، وهو دور امرأة قوية تعمل المستحيل لتحقيق أحلامها بحسب القاعدة: الغاية تبرر الوسيلة. كممثلة تشارك أيضا في مسلسل بابور اللوح للمخرج التونسي نصر الدين سهيلي، وأنها تجسد شخصية مغنية عاشت نوعا من الألم في طفولتها، فتاة لها أبوين يتامى، تعلمت الكثير من تلك الحياة القاسية. قال